لم يعد العراق ممرا للمخدرات من إيران فحسب، بل بات سوقا رائجة لها بعد أن كان خاليا منها قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 بفضل الميليشيات الولائية المسيطرة على المنافذ الحدودية وعجز القوات الحكومية عن مواجهتها. عن طريق سواق سيارات أو عن طريق منتسبين، دزولي كمية 5 كيلو بيد العقيد أبو المرور. ملايين الحبوب المخدرة تدخل العراق سنوياً تحت إشراف مباشر من جنرالات في الحرس الثوري عبر طرق تهريب معلومة عند الحكومة وبتواطؤ من أجهزتها، فضلاً عن ميليشياتها التي تغتال كل من يعترض طريقها، حتى وصل الحال بها إلى ملاحقة واعتقال من ينفذ القانون كما حصل مع المقدم علي الشياع المالكي. جارة تمارس إرهاباً آخر يهدد السلم الأهلي بتنفيذ أجنداتها عبر وكلائها من الميليشيات والأحزاب في العراق، غير مكترثة بتبعات هذه الآفة على الشباب ومستقبلهم، وسط ارتفاع قياسي بأعداد مدمني ومروجي المخدرات في البلاد، والذين وصلوا إلى نحو 11 ألف مدمن ومتاجر خلال عام 2021 فقط. مش قد محددين نسبة الانتشار المخدرات بين الشباب العراقي كوزارة الداخلية؟ أكثر من 50% الآن. وزير الداخلية الذي دق ناقوس الخطر بتصريحاته، لم تكن وزارته بمنأى عن هذا الخطر بعد أن كشفت تقارير عن تعاطي نحو ثلث أفراد القوات الحكومية للمواد المخدرة في سابقة خطيرة لم تحصل بدولة أخرى. وفي إطار المقارنة مع الدول الأخرى، فإن العراق كان من أوائل الدول التي أصدرت عفواً رئاسياً خاصاً عن تجار المخدرات، كما حصل مع نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري.